أمس استفاقت الأجهزة الأمنية في إسرائيل على هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع عبر نفق حفروه في أرضية مرحاض في الزنزانة للوصول إلى السراديب اللي تكونت نتيجة إنشاء السجن ومنها لخارج أسواره. النفق ممتد لعشرات الأمتار من السجن الواقع قرب مدينة بيسان شمال إسرائيل. القصة وأحداثها المحيرة لسه محل حديث وتطوراتها متسارعة، واليوم قنوات وصحف إسرائيلية كشفت تفاصيل ومستجدات الموضوع. فمثلا اتضح أن السجناء حفروا لعدة أشهر في خطة وضعها أحد الأسرى، وهو القيادي السابق في كتائب الأقصى زكريا الزبيدي اللي طلب نقله لزنزانة المعتقلين يوم الهروب. كمان تبين أن المخطط الهندسي للسجن كان منشور على جوجل، بس مو أكيد إذا هو اللي ساعدهم في معرفة التصميم الهندسي للسجن. بس حسب صحف إسرائيلية ففكرة وجوده في حد ذاتها تمثل خرق أمني خطير وفشل لمصلحة السجون الإسرائيلية. وأيضا كمان قيل أنه خطة الهروب نفسها ظهرت في برنامج تلفزيوني أذيع في رمضان عام 2014 على قناة الأقصى التابعة لحماس. طيب، من جهته موقع هآرتس الإسرائيلي كشف أنه عملية الهروب كانت معروفة لمصلحة السجون والشرطة الإسرائيلية من فترة طويلة، وأنه قادة السجن وقسم المخابرات في مصلحة السجون ما تعاملوا مع القضية بشكل جدي وقتها. فوق هذا مصدر أمني قال للصحيفة أنه مأمور السجن اللي كان بيحرس الأسرى اعترف بأنه كان نايم أثناء عملية الهروب. على العموم، لليوم الثاني على التوالي البحث عن السجناء الستة مستمر، وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل فالقوات الإسرائيلية أقامت نحو 200 حاجز على الطريق، وكمان أغلقت نقاط العبور للضفة الغربية. الصحيفة أكدت أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تجديدات أمنية على محافظة جنين شمال الضفة الغربية، وأيضا أتكلمت عن ملاحقات صايرة لعائلات الأسرى الهاربين. كمان بحسب كاميرات المراقبة التابعة للسجن فيبدو أنه 2 من الأسرى الستة توجهوا باتجاه الشمال عن طريق عين حارود، لكن الشرطة الإسرائيلية بتعتقد أنه هذه الخطوة جاءت لتضليل قوات الأمن وفقا لقناة كان 11 العبرية. وكان كمان في فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية قالت أنه بيوثق لحظة هروب السجناء، لكنها لاحقا سحبت الفيديو ومنعت تداوله، وللآن مو معروف مدى صحته.